أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أصاحب الكفار وأجالسهم وأعاشرهم؟ لا، لا يجوز تصاحبهم ولا تعاشرهم، لأن هذا يدل على المودة، ما يصير مصاحبة إلا مع المودة. لو أنك تبغضهم ما صاحبتهم، لكن أنك تعمل تجارة معهم أو عهود معهم أو مصالح دنيوية ما في مانع، لكن من غير مصادقة ومن غير محبة ومن غير مصاحبة. نعم.